أطيب كلمة لا إله إلا الله، وأطيب من نطق بها محمد بن عبد الله، وعند نطقه بها لها حلاوة تفيد على قلب صاحبها ارتقاء درجة في معانيها وارتفاعا في مراقيها، فهنيئا للصحابة الذين سمعوها من فمه ودخلت آذانهم وقلوبهم من لسانه، ثم في القيامة الصولة صولتها والدولة دولتها والهيبة هيبتها لا إله إلا الله، فما شي كلمة أكبر منها. لا حتضحك عليك، هذه خير الكلمات، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وهي الجامعة لمعاني الذكر، وهي المصفية المنقية، وبها يبتدي أهل البداية في السير إلى الله، وإليها ينتهي أهل النهاية من الواصلين إلى الله. مش أثبت من هذه القلب، ولا أرفع ولا أجمع ولا أشرف، فقل لا إله إلا الله بكثرة، أكثر منها سيتوفاك عليها، وعسى أن يحققك بحقائقها.